هلا انا خلوا بكم فيديو جديد اليوم غادي يكون فلوغ برودكت داي. كما بزاف منكم عارفين يقدر يكونوا شي وحدين ما عارفينش، انا هاد العام خديت انا بلونش، بغيت نجلس نرتاح نفكر شنو غادي ندير من بعد، داكشي علاش قلت غادي ندير ما ديغنييرمون. لاحظت بلي غير طريق كنفطر كنرجع كنتكا كنبقى كنهضر في تيك توك انستغرام، راكم عارفين داكشي علاش قررت اليوم ندير كاع داكشي اللي كنعرف نوصل من بعد. كنقول تلغطا ما فيهاش العشيات هذا سلاطه. المهم اليوم غادي نحاول ندير بزاف ديال الحوايج، ما غاديش نبقى غير متكيه، غادي نحاول نتحرك ندير شحال من حاجه، داكشي اللي غادي يكون فلوغ. نتمنى يعجبكم ويلا نبداو. اول حاجه هي عمرت الرذاي مع 7:30 باش يلاه مع 8 ونص نقدر نوض. فقت وبديت كنجمع فراشي باش ما نرجعش نتكا، هذا الغلط فغيمون اللي كندير كنخليه باش من بعد كنرجع نتكا كنلقى مازال سخون طافو كنبقى كنمشي حتى ل 11 ولا 12. اليوم شنو غادي نفطر؟ الانسولين ديالي بيان سور، هنايا واحد البوال ديال دانون فيه البنان فيه الفرومبواز فيه شويه ديال الكونفيتور لايت مع شويه ديال الدارك شوكليت واللوز، وهادي القهوه بيان سور بلا سكر. هنايا جبت لاجوندا ديالي باش نكتب كاع داكشي اللي خاصني نديرو تو دو ليست، وباش نكتب داكشي اللي باغي نصورو لا في تيك توك لا في انستغرام. هنايا مشيت كندير مكياج اول حاجه باش نخرج ويطلع لي المورال وداكشي كامل. اول حاجه هو غادي نمشي للبنكا، ديما كنت كنعطل اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، صافي اليوم قررت غادي نوض وغادي نمشي. المهم عاد دخلت للدار كيهبط السكر ديكيرش فوق، غادي نختار كيعجبني هذا ديال الخوخ. دابا كناخد اتاي مع واحد الكاطو كنت صاوبتو في تيك توك، حطيتو في تيك توك هذا باللوز وما كيطلعش السكر بلا سكر، ولكن دايره فيه السكر ديال اريتريتون اللي ما كيطلعش السكر فمو زوين. كان صراحه كنت باغا ندير الكوكيز كيخرج بحال هكا زوين في المذاق. نأتي بلاصه كابيان شو قبل كنت كنشرب غير بالسكر قبل ما يجي السكر، ولكن زعما دابا مثلا هبط لي السكر وكان حدايا اسيد السكر ما نقدرش نشربو حيت ما كيعجبنيش، عرفتي رجع ولا مثلا غير ندوق هكا بالغلط اتاي حلو حتى ما بقيتش كنحبلو هكا كنحس بالورق ديال اتاي فريمون زوين زوين زوين. المشكل فريمون اللي كنلقاه هو ما كنعرفش شنو غادي نطيب الغدا، الافكار كيتسالاولي خصني شي حاجه ما كطلعش السكر في نفس الوقت زوينه في نفس الوقت سهله في نفس الوقت كتصون دغيا. المهم غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو لهاد الشيء.
فيها شويه ديال الخل مع الملحه باش ما كتبقاش فيها ريحه خايبه. زين الدار كامل وصلت. انا عندي هنايا ديجا مقطع الخس، قطعت فلفله بحال هكا باش كناخذ حتى الخضره في السلطه. غادي نزيدها تخيزو بحال هكا، غادي نزيد حتى غادي نزيد طوماط سيريز، غادي نقطع هاد الجلبيه بحال هكا ونقطعها. غادي نزيد حتى السوريمي، غادي نزيد واحد طون ديال الزيت مع لافوكا مع الملح والحامض. شوف هذاك الشوفله اللي قطعته بحال هكا، اللي سلقت زعما قطعته بحال هكا، غادي نزيد عليه جوج بيضات وغادي نطيبوه في مقله هكا بحال شي طورطيه مع الملح. وهاد الدجاج مع البصله والشامبينيون غادي نزيد عليهم لا كريم فريش. المهم هذه السلطه اللي كنت صاوبت، هذاك الشامبينيون مع الدجاج ولا كريم فريش فريمون هذاك اللي زوين، هذاك الشوفلاغ مع البيض والكمون والملحه. ممكن نتوما تزيدوا فيها حتى فخوماج غوج، مي انا تسهل عليا لاتويين الحار الضغط. وهذا ابلي ديال اختي، انا مانيش ناكلو حيت ما بغيتش نتغدبش على فيها الكاربس. غادي نقيس هذا بيان سور كنلبس الفوق منه شي حاجه. هذا في الاس، كلشي الاس. هذا لقيت فيه غير الام هذه الكسوه، هذا ب 150 درهم. غنجربهم ونوري لكم كيفاش كيجيو. شوفوا هذا كيفاش جاي، راه معجبني الكول ديالو جاي بحال هكا. بغيت نتصور على الانستغرام. دخلنا للدار وهي الشتا بدات. شوفوا بغيت نصاوب واحد سناك. المهم غادي ناخذ الفريز ابخي قطع الشتان الغيام، ابخي غادي ندوب الشوكولا ديال 85 وغادي ندير الفريز في الشوكولاط، ابخي غنحطهم هنايا وندخلهم للثلاجه على ما يجمدوا. المهم انا غادي نوريكم كيفاش. اول حاجه غادي ندوب هو الشوكولاط. المهم دابا قطعت الشوكولاط بحال هكا، هادي لابواط كامله. ابخي غادي ندوبو ومن بعد غادي نصاوب هادشي. هما غادي نزيد دابا معلقه ديال الكوكونات اويل الشوكولاط داي. المهم راني ديجا صاوبت وحده، غادي نهز كنبقى ندير بحال هكا، ندير الشوكولاط هكا وكندير بحال هكا. المهم هاني صاوبتهم، غادي ندخلهم للكونجيلاتور. آه
المهم هذاك الفريز راه تكونجلا راني ذقتها ديجا. يما مولتي الشكل ديال 85 ممكن ديرو ديال الاقل ديال 72 ولا ممكن زعما اللي ما فيه لا سكر لا والو يدير الشكل ديال 50% يجي زوين. كنحاول نسمع الشتم يوم الماتش ديال فرنسا والمغرب غادي نمشيو نتفرجو. راكم تشوفوا ديجا راني خدينا التيكي ديال القهوة وهاد القهوة غي حدانا هادشي لي كاين. دخلت للدار او سوسات خسرنا لكن ماشي مشكل في الاخر. المهم عكس الصراحه نطيب خديت غير البيض مع دان فومي وناغيتس مع الانسولين ديالي بيان سور حيت هذا واخا هكاك راه فيه الكاربس فيه صافي. بقينا كنتفرجوا هكا كيكون صالا نهار. باي باي.